اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم نبدا الحكايه. النهارده معانا حلقه قويه جدا وجميله ومتميزه، لان النهارده ضيوفي مبدعين ومتميزين على صفحات التيك توك ومحققين اعلى نسبه مشاهدات في التمثيل وفي الشعر. نطلع للتقرير نشوف ضيوفنا ونرجع تاني نكمل حلقتنا. عم تعمل ايه يا ست؟ التليفون في البيت من غير باسورد؟ يا ساتر يا رب جيب الهواتف سليمة. ايه في حاتم؟ طه سالي التليفون في البيت من غير باسورد. يا خرب البيوت اجري يا ايه يا طه سالي التليفون في البيت من غير باسورد. يا خرب البيوت اجري يا اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. اللهم لا اسالك رد القضاء. عم تعمل ايه يا ست؟ التليفون في البيت من غير باسورد؟ يا ساتر يا رب جيب الهواتف سليمة. ايه في حاتم؟ طه سالي التليفون في البيت من غير باسورد. يا خرب البيوت اجري يا ورجعنا لكم تاني من التقرير ومعايا مجموعة متميزة جدا من الضيوف زي ما عرفناكم ووريناكم في التقرير. معانا النهارده الأستاذ حاتم الجعفري. ازيك يا استاذ حاتم؟ اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني النهارده برنامج نبدا الحكايه، ومبسوطه ان حضرتك جيت ولبيت الدعوه. الله يبارك فيك يا استاذ. كنت عايزين كده في بدايه الحلقه كده تعرفنا بنفسك. انا الغني عن التعريف، انا ابن دوله الصعيد، احنا الاصول والعادات والتقاليد، احنا الشرف عمامه الرجال والادب طرح الصبايا. تحياتي ليك يا استاذ حاتم. حاتم الجعفري. حاتم الجعفري ابن محافظة أسيوط، مركز منفلوط، قرية بني شقير. تمام. طيب معانا برضه في الحلقة الأستاذ طه الجزار. أهلا بك يا أستاذ طه. أهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني النهارده ببرنامج نبدأ الحكاية. الله يبارك لك. كنا عايزين كده تعرفنا بنفسك. أنا طه الجزار، أسيوط، منفلوط، بني شقير. تمام. كنا عايزين نعرف اسمك ده اسم شهرة ولا اسمك اصلا طه الجزار؟ لا، اسمي اصلا انا جزار ابن عن جد، عشان كده اسمك طه الجزار، يعني ده لقب. لقب واسمي، وخدته اسم شهرة. اسم شهرة ولقب في نفس الوقت، يعني احنا جزارين ابن عن جد يعني في البلد. استاذ معايا برضو الاستاذ محمد الشبح. ازيك يا استاذ محمد؟ شرفتني ونورتني النهارده في البرنامج. الله يخليك يا استاذ. اسم محمد الشبح ده اسمك ولا اسم شهرة؟ لا، ده اسم شهرة. الاسم الحقيقي اسم محمد احمد. تمام. انما اسم الشبح ده جالك يعني مين اللي سماك الشبح؟ والله انا واحد صاحبي قال لي انت شبح. هو قال لك كده يعني، اكيد عملت معاه موقف رجولة كويسة يعني. ايوه، عشان كده سماك الشبح. ايوه. تمام. ومعانا برضو ضيف في الحلقه الاستاذ حسين عبد ربه. اهلا بك يا استاذ حسين. الله يبارك لك يا باشا، شرفتنا ونورتنا النهارده ببرنامج نبدا الحكايه. تمام. انت متهيألي ده اسمك صح؟ لا، انا اسمي حسين محمد عبد ربه. بس البطل. البطل ده الشهره في بلدي وكله كده. تمام. يعني البطل بقى مين اللي سماك البطل؟ عملت موقف جدع على كده مع واحد جدع، فقال لي انت يا ابني سماك البطل. طب حلو قوي. يعني كل واحد فيكم ما بين اسمه الحقيقي بيعتز بيه، ما بين حد سماه اسم معين بقى مشهور بيه على التيك توك. هو الراجل لقطه يا استاذه. طبعا اكيد. بس تحياتي ليكم كلكم ولكل اهالينا في الصعيد ومن وجه قبلي. عجباني قوي قوي الكيمياء اللي ما بينكم، شفتها على التيك توك، ما بين بتمثلوا ما بين درامي ما بين كوميدي. عايزه اعرف الكيمياء الحلوه قوي دي عملتوها ازاي؟ يعني اتجمعتوا ازاي؟ صحاب ولا اهل؟ بص، اولا احنا كلنا ولد، يعني ده كلنا ولد خال بعضنا. ده الرئيس الفريق بتاعنا، هو اللي جمعنا بالحب. تمام. فثانيا احنا كلنا كده واحد، وفي شارع واحد وعيله واحده، كلكم جنب بعض. فحبيتوا ان انتوا تتجمعوا، كل واحد عنده موهبه صح؟ اكيد طبعا. اكيد يا استاذه، احنا في اول المشوار طبعا كل واحد في مهنته. وحاتم طبعا ابن عمي. هو اللي شجعكم. وهو اللي شجعنا، وهو اللي قال نبدا، هو حلمه من بدري يعمل فيديوهات يعني. فطبعا شاف كل واحد فينا موهبه معينه، موهبه معينه، فاختار لكل واحد
صفه معينه يعني يطلع بيها. تمام. فجاء وعرض علينا المشوار، فقلت له خلاص على خيره الله ما فيش مشاكل اللي انت شوف. فلقينا خيالين في الكوميدي وفي الدراما، فتوكل على الله. فهو طبعا فهو بيخرج وبيمنتج وهو الراس الكبير يعني، الراس المدبره. استاذ حاتم كونت فريق حلو قوي، وبعدين شفت الفيديوهات بتاعتكم على التيك توك وعلى يعني على مواقع التواصل كلها عاملين محققين اعلى نسبه مشاهده، رغم ان انتوا بقالكم فتره قليله جدا يعني، بقالكم شهرين ثلاثه بس لسه بادئين. كونت الجروب الهائل، شفت فيهم ايه عشان تجمع التجميعه الحلوه دي؟ ما هو كل واحد وليه شخصيه. مثلا ده يخل في دور مثلا ابوي، ده اخوي الصغير حسين البطل مثلا يخل في دور كذا. فطبعا شايف كل واحد ان هو رؤيه المخرج يعني. طبعا يعني انا ببقى شايف الفيديو قبل ما اعمله، ببقى شايف ان الفيديو هيطلع بكذا كذا وهيجيب قبول عند الناس، وبرضه بلدي بتشوف رؤيه المخرج ان الدور دوت يليق فيه الاب، فمثلا ممكن نجيب استاذ طه الجزار، صح، او الابن او الاخ محمد الشبح او كده. رؤيه اخراجيه يعني ممتازه الحمد لله. تمام. كنت عايزه برضو، شفت الفيديوهات بتاعتكم فيها برضو درامي، ما بين درامي وما بين كوميدي، فبرضو عايزه نوري للناس تقرير ليهم في الكوميدي حلو جدا. نطلع بالتقرير نشوف تمثيلهم في الكوميدي ونرجع تاني نكمل الحلقه. احنا لسه نحكم، احنا نقطع قطيع. استنى، احنا ربنا مدينا خير كتير، اي حد محتاج ولا سائل ما تكفلوش الباب في وشي يا حبيب، عشان ربنا يكرمنا. تمام يا حاج. تمام الله. تمام الله. طب احنا رحنا نطلع بالعربية مش مهم، نروح مشوار كده ونرجع على طول. ماشي. بس حاج حاج. السلام عليكم. يلا سلام عليكم. الحق حسين، شوف مين ده. خد يا تعال. خد تعال يا تعال. تعمل ايه يا بابا؟ تعال. ايه اللي ما تعمل انت هنا يا قبل الحاج؟ روح قبل الحاج بسرعه. شوف الزات اللي بره دي فيه. الزات اللي بره دي. ورجعنا لكم من التقرير ومعايا ضيوف الممتازين الكرام. انا عارفه ان انتوا بتقولوا شعر غير التمثيل. طبعا. كنت عايزه كده اسمع من كل واحد كده قصيده شعر. ماشي. طب صعايدة يا رسول الله، صعايدة وما عندنا خيانة، ونحلب شارب اللي يتحدان، صعايدة وكلامنا يتعزف على العود، وحقنا نجيبه لو عنده أسود. أقول ورب الكون واللي نصر موسى على فرعون، إن الراجل الصعيدي يسوى من الرجال مليون. تحياتي. تحياتي ليك، حلو جدا. حسين عبد ربه، عايزك تقول لي حاجة قصيدة كده تكون أنت حافظها وحابب تقولها. من عجبي على بالنا وعلى بيته ثلاث ادوار، اول دور ساكن صاحب البيت وعياله ومراته، وتاني دور ساكن راجل كبير قوي مع مراته، وتالت دور يا صاحبي شاكن شاب حلوه بس من غير مرات، صاحب البيت لكن النيه لمراته، الشاب عايز يقتل الشاب ومراته، انا قلت له تعالى يا صبي ادي اللي يسلم ده لمراته. جميله وعجبي، حلو قوي. محمد الشبح، عايزاه تسمعنا حاجه؟ أقول صعيد على الخير منصوب، والموت أسوقه ببندقيتي، العمر في يوم بنتي مغلوب، ولا شيء اللي حد مسؤوليتي. أقول صعيد يعني رجولة وصب، هيفضل راجل لما يخش القبر. الصعيد يوم يزرع أرضه تنبت رجولة ما تنبتش بور. تمام، حلوة قوي. أستاذ طه الجزار، عايزة بقى منك إيه قصيدة كده عشان أسمع بقى حاجة جامدة جدا. أقول طير يا نسيم الهوى، سلم لي على الواطي، سلم لي على الناقص، وقل لي الخاتم اللي بعته للجميل ليه ناقص، وحياة نجوم السماء اللي في سماها بتتراقص، حرام مشي الأصيل مع الناقص. جميلة والله العظيم، حلوة قوي، حلوة قوي قوي. الشعر بتاعكم حلو، التمثيل بتاعكم حلو قوي، ورغم ان انتوا بقالكم وقت صغير جدا على التيك توك الا انكم حققين اعلى نسبه مشاهدات، ودي حاجه حلوه قوي. وبعدين بتقول ان انتوا الايام الجايه ان شاء الله
هتكسروا الدنيا في المشاهدات، ودي بداية خير بالنسبة لكم، فهتبقى حاجة حلوة جدا. مبسوطة جدا ان انتوا كنتوا معايا النهاردة في الحلقة، واستمتعت بكم جدا جدا، وكل واحد فيكم بالموهبة بتاعته يعني شرفتوني واسعدتوني. تمام. عندكم بتقدموا حاجة تانية غير التمثيل وغير الشعر شغلنا؟ الشغل قبل اي حاجة. يعني الشغل بتاعك ملوش اي علاقة بتشتغل بقى؟ بشتغل بس لما حاتم بيرن عليا بفضل اللي فيه. يعني انا في ده مصلحة بخلصها باجل الراجل ده عشان خاطر نعمل انجازات. احنا اليوم اللي بننام فيه من غير فيديو ببقى زعلان. احنا يعني كل واحد كل يوم بتعملوا فيديو؟ كل يوم بيرن علينا حاتم بنعمل فيديو، بس احنا كل واحد في مجاله، يعني كل واحد في مهنته بنعمل. لو تسمح حجيلك قول. لو تسمح لي عائله البرنامج الاستاذه الاعلاميه. تمام. نص دقيقه. تمام. الارواح شهداء فلسطين. تمام. واقول البس سواد يا وطن واعمل حداد لسنين، حداد مش للي ماتوا، حداد للي عايشين. الله يرحم كل شهدائنا اللي ماتوا في فلسطين، و ربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله. كنت بتقولي ان انتوا بتعملوا كل يوم فيديو؟ طبعا بنعمل فيديوهات على طول دايما. بس كل واحد في مجاله طبعا، واول ما بتتاح لنا الفرصه للفيديوهات بنعمل فيديوهات وبننزل على طول. بس شغلكم طول اليوم بتشتغلوا؟ طبعا كل واحد بتشتغل في الجزاره بتاعتك؟ انا في الجزاره وفي مهنتي طبعا، بس لما بطلب لفيديوهات بيتصل عليا بعمل الفيديوهات اللي هو بيطلب مني. بتنزل معاك تسجل تصور على طول؟ بينزل لو في الفجر اتصل عليا بنزل. تمام. مين اللي بيكتب ال يعني الاعداد والسيناريو زي مثلا؟ يعني احنا بنكمل بعض. يعني انا مثلا بكتب الحاجه وبعرضها عليهم. تمام. بما انه طه مثلا اكبر مني وحسين وكلهم اخواتي، لو في تعديل يعني احنا كلنا شغالين مع بعض بنكمل بعض. تمام. انتوا بداتوا من امتى تشتغلوا في موضوع وايد واحده ما تسقفش؟ بداتوا من امتى تشتغلوا؟ احنا من مسافه قريبه بس يعني قولي شهرين و10 ايام بالظبط. أمورنا في المشاهدات تمام وجايبة مشاهدات عالية بسم الله ما شاء الله، فالموضوع حلو يعني وشيق الحمد لله. تمام. هي الكيمياء الجميلة اللي ما بينكم اللي جمعتكم ان انتوا تعملوا الفيديوهات، وكل واحد فيكم فاهم طبيعة التاني هيليق في شخصية ايه فيعملها، وبينكم تفاهم. يعني ممكن حتى أستاذ حاتم مثلا شايف حسين عبد ربه في شخصية معينة، لما بتقعدوا بتعملوا اللي هي بتبقى اسمها ورشه الترابيزه، بتقعدوا على الترابيزه كده كلكم تجتمعوا زي ما نكون قاعدين مثلا على القهوه كده وبتشوف ايه اللي بتعمله واللي بيحصل. فانت ممكن تقول لا انا الشخصيه دي مش جايه معايا، انا عايز اعمل الشخصيه دي. هم مش بيقولوا، لا مفيش الكلام ده، عشان احنا بنودي محتوى الناس تاني. يعني انت دلوقتي ممكن ترشح مثلا حسين شخصيه معينه، حسين افرض مش شايف نفسه فيها؟ لا انا برشحه، بابا شايف الفيديو هيطلع كيف. يعني انت مش بتعترض؟ لا انت بتعترض او انت يا محمد؟ لا أستاذة؟ اي شخصيه مناسب فيها بخشها على طول. بي بي ايه هو حسب رؤيته. لا واحنا كلنا واحد ورب العباد واحد. انت شايفه انت واثق في التكنيك بتاعه وتفكيره؟ هو بيقول لي قبل ما تصور الفيديو عندنا انا شايل المسؤوليه. تمام. فانا بقول له يا حاتم مثلا غلط، لا انت مالكش دعوه بيا، انا اللي بتكلم قدام كل حاجه، فانا المسؤول. فانا بقول له تعامل. فاحنا مكبرينه كده يعني. هو اللي بيالف. انت اللي بتالف يا حاتم صح؟ انا بالف. انا بكتب. بتكتب؟ ومعايا اخواتي برضو بلال الجعفري ووليد الجعفري بيساعدونه برضو فيها تصوير والاخراج وكل دي بتبقى حاجات من واقع الحياه ومن ايوه انا حتى الكوميدي اللي بقدمه في حياتنا. تمام. يعني الكوميدي اللي بقدمه برضو فيه رساله مثلا. بعمل برضو عن الورث والصعيد، بعمل مثلا اواز تخص الصعيد ومشاكل. أيوة مثلا التفرق ما بين الاخوات، لا احنا بنحاول مثلا نظبط عشان الناس تفهم اللي بيحصل في الحقيقه، عشان ما حدش يخسر اخوه بسبب حاجات يعني لا داعي لها، عشان متاخد عن الصعيد دايما فكره. دايما متاخد عن الصعيد فكره ان هم شداد وصعبين وبياخدوا قرارات من غير ساعات ما بيفكروا. فالفيديوهات اللي انتوا بتقدموها لا بص، والصعيده وبص كل واحد على حسب اللي قدامه.
يعني مثلا يجي واحد مثلا يشغل دماغه عليها، لا طبعا. تمام. اقف لحد كده، ما تتكلمش معايا في اي حاجه. تمام. بس بتبقوا عايزين توصلوا للناس رساله، يعني مثلا حاجه عن الطور مثلا، فممكن تعملوا فيديو؟ لا ده غصب، ده توصلوا الناس رساله معينه. بما انك اتكلمت في نقطه معينه، احنا الطار ده هيفضل يوم الدين. تمام. عشان طلعنا لقينا اجدادنا ماشيين عليه بالظبط، بنمشي بالقانون بالظبط. لو القانون ما جابش الحق ممكن الصعيد ياخد الحق. اتفضل. بالظبط. هو انتوا برضو من خلال الحياه ومن خلال تجاربكم والافكار بتاعتكم، فانتوا بتحاولوا ان انتوا تقدموا رساله وتقدموا نصيحه عن طريق الفيديوهات اللي انتوا بتنشروها. كل فيديوهاتنا عن نصايح كلها ورسائل، عشان كده ناجحه جدا، سواء كانت كوميدي سواء كانت دراما. عشان كده يعني اي فيديو بينزل لو دققت في الفيديو تلقي فيه رساله معينه. بالظبط. ولا الحمد، يعني مش فيديو عشوائي، لا بتلقي فيه رساله معينه بتقدمها للناس. تمام. طب محمد، عشان خاطر كده عايزين فيديو تكونوا كده عملتوه حقق معاكم ترند كسر الدنيا، الفيديو كان عباره عن ايه؟ بتاع عم مغاوري. صح. صحيح. بتاع عم مغاوري اللي هو تاخد الحكمه من واحد ما بيعملش بيها. ده كان يعني انتوا ابتديتوا تشتغلوا وده اشتغلتوه في البدايه، ولا كنتوا يعني اللي حقق الترند ده من وقت قد ايه كده محقق؟ لا ده هنا قريب، بس احنا يعني ما شاء الله احنا بنعمل فيديوهات عندنا قبول رهيب من الناس، والناس بتشجعنا وعندنا مشاهدات، وان شاء الله في المزيد من حاتم الجعفري وتيم حاتم الجعفري. طيب الحمد لله، يعني اهل بلدنا كلها بتشجعنا، يعني محافظه اسيوط، تمن، الديروط، القصيه، ساحل سليم، البداري، كل مراكزها بامانه وقراها بيشجعونا ولله الحمد، وبيحفزونا للتقدم الحمد لله. ايه قصه المقطع اللي جاب ترند عالي دوت وانتوا انبهرتوا؟ يعني عايزه مثلا انتوا تكونوا مثلا بتنزلوا مشاهدات، بتنزلوا مقاطع، وفجاه كده مثلا لقيتوا مقطع ضرب مثلا جاب مليون 2 مليون، عايزه حاجه كده تكون انبهرتوا بيها. يعني الحمد لله فيديو المذيع. يعني عايزه اول فيديو انتوا انبهرتوا بيه وفرحكوا قوي. اول فيديو انا عملته عن السحر، الناس اللي بتعمل اسحار في المقابر، فطبعا ده ناس موذيه. يعني انت بدل ما تستدعي الشيطان عشان يعمل لك مثلا سحر، استدعي الخالق. وجاب مشاهدات عاليه. جاب مشاهدات عاليه الحمد لله. وانتم انبسطتوا بده، وبعد كده بقى في فيديو بقى يكون مسمع قوي ترندي جاب ملايين مثلا في الفتره القليله دي، واحد مميز كده بتاع الباسورد وبتاع السيجاره. طبعا بتاع الباسورد حلو قوي، دمه خفيف خالص. بتاع الباسورد بامانه جاب مشاهدات عاليه جدا. وفي فكره يعني، وبتاع سوبر ماركت، في فيديو للسوبر ماركت بتاع الحساب جاب برضو اعلى مشاهدات عندنا الحمد لله. يعني فيديو جميل. اتفرجت لكم على فيديو عجبني قوي بتاع الشحات. انا قعدت اضحك عليه والله. اولا استاذه حاتم بيقول لي انت ده واحد من ضمن الفيديوهات، خلي بالك. حاتم بيقول لي انا ايه، انت هتبقى شحات النهارده. قلت له يا عم حاضر. مفيش حاجه. انت بتثق في وجهه نظره وفي تفكيره وشايفه. في ناس واخده الشحاته دي غيه، يعني في ناس شحاته عندها ابراج. ايوه واخدينها غيه بمديتهم. طب ليه؟ بنقدم رساله لكده يعني. انا انبسطت قوي وقعدت اضحك لما هو بيقول اكتبوا له البيت نص البيت الملك. لما جاب لك العيش وانت مش راضي بيه. لا محمد ايه، يعني اداؤه جميل وبيضحك كده لوحده. كنت عامل اداء حلو لما قال لك قمت قعدت بعيد وبعدين جايب له العيش، فبيقول لك فانت مش راضي بالعيش. مش راضي. فانت ما وانت كشحات مش راضي تاخد العيش. هو عايز فلوس. هو عايز فلوس. فحاتم قال له هات ورقه وقلم عشان نكتب لك البيت لحسابك. عجبني قوي الفيديو ده، ومن اكتر من ضمن الفيديوهات اللي ضحكتني يعني. فبتقدموا المحتوى حلو قوي انتوا. ايه تاني فيديو برضه يكون دمه خفيف كده او درامي؟ او درامي. اللي هو بتاع الاخوات اللي هم بيتخانقوا مع بعض. فطبعا روحنا لعم مغاور اللي هو طه الجزار عشان يحكم ما بيننا. فالمهم جاب لنا مثل، فانا حليت المثل صح، اللي هو الكوبايه مليانه ورجعها لي فاضيه والدنيا دي.
فانا رحت مرجعها فاض. فهو طبعا شايفنا مشاكل مع بعض وبتاع، فقال لك اكيد دي شغلانه كبيره ولا حاجه بيتخانقوا عليها. المهم جه في الاخر لما يقول لي هو ايه الشغل ده، قلت له براطه فجل وجرجير، راح جاي مرمح ورانا، بس جاب صريخ ضحك بصراحه. ايوه انا بتفرج على الفيديوهات بتاعتكم عجباني قوي قوي، وعاملين احلى شغل. طب لو كل واحد فيكم كده، انا عارفه انك محضر حاجه تاني لينا، انا عارفه ان عندك حاجات كتير قوي، بس طب قول لنا حاجه كده برضو. سالوني ايه اغلى ما في الدنيا، انا قلت راحه البال. قالوا نقدر نشتريها، قلت لا ولا بالمال. قالوا الدنيا تساوي ايه، انا قلت لا ما تسويش. قالوا حد بينفع حد، انا قلت لا ما فيش. الله ينور عليك. عايزين حاجه كده منك يا استاذ حسين، قولها لنا كده برده شعر. قالوا تعز مين في دنيتك، انا قلت العزيز ولدي. احب يا ناس لو حتى في الاسم يغلبني. ابني انا يا عزوتي جميع اعمالي، اوصيك وصيه يا ولدي والوصيه تكون حساب. ان يوم عطاك ربنا اعمل لبكره حساب، لا يوم تقابل لندل ولا تمشي ورا الكذاب. وهتماشي راجل هتعيش راجل هتموت راجل، هتماشي حرم يا جعفري هتعادي كل يوم 200 مليار راجل. حلو قوي. تسلم. جميل وعجبي. حلو. يا محمد عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ حضرها. طب نخلي طه الجزار يقول حاجه لحد ما انت تحضر. عايزين حاجه كده برضو. ايه اقول؟ يا مناس طويله، يا مناس طويله القامه وفي القعده ما خيلاشي. يا مناس طويله القامه وفي القعده ما خيلاشي، ويا مناس تلبس الحرير، يا مناس في لبس الحرير ما خيلاشي. وبنت قليله الاصل في بيوت الاصل ما خيلاشي. حلو قوي. وعجبي. محمد حد مش محضر حاجه تقولها لنا؟ انا ليا في التمثيل بس. انت ليك في التمثيل بس، يبقى هو ما بيقولش شعر. خلاص انت قول لنا جعفري حاجه في الشعر. اقول الله يرحم الاولين زاعت مراجلهم بلا قصور ولا اموال. الصبح داخل معركه راكب الخير، والعصر يكرم ضيفه ويسوق فنجان. والمال سر المرجله عند الجيل، المال قد يقلبك من حال الى حال. انا عارف لك ناس ما هم رجاجيل، جاتهم دراهم فجاه وصاروا رجال. تمام الله ينور عليك. حلو قوي. عايز احسن يقول لي حاجه. في مثل بيقول لك لا دناوة لا كبارة. ايه؟ لا دناوة لا كبارة. اه يعني ايه دناوة لا كبارة؟ انت ما تبقاش مع احترامي ليك راجل كبارة وتقف قدام الجزار تقول له اديني عضمايه او حته معلش يعني. ده شعر كوميدي. ولا دناوة ولا كبار، اللي هو انت بتروح تقطع اللحمه. ده مونولوج بقى. ده انت كده مونولوجيست كمان يعني. يعني منولوج. انا بتكلم في ناس معاها مليارديرات. اه مع احترامي ليك مش راكبه حتى عربيه ملهاش لازمه. صحيح. بينا الناس دي. بس. طب مثلا بيقول لك لا دناوة ولا كبار. تمام. وانا عايز اشكر اخوه. أوه. بس. انا عايزه كل واحد فيكم يشكر حد يكون داعم ليه. قول كده يا حاتم حد يكون يعني يدعمك. بشكر اهل قريتي قريه بني شكير، وبشكر ابوي الغالي الراجل المحترم الاصيل، وبشكر اخواتي، وبشكر اثنين رجاله، العمده ابو دياب الصعيدي والعمده فارس ابو طرون. واقول يا رجاله يبان الحر تلمح نظرته من بعيد، وانتم مثال للرجاله الحر عندنا في الصعيد، وتحياتي لكم يا عمد. تمام. عايزك تشكر حد يكون داعم ليك وبيشجعك. انا ربنا يخليه لي الراجل ده، وهو مش هقول لك ده اخ ده اب. انا ابوي توفى، ان كان ساب لابوي مليون فاخوي ده عمل لي 50,000 مليون. تمام. شكر اخوك. فالراجل ده مشكورا لي، وان شاء الله ردوا له فرح ولده باذن الله. تمام. يا محمد حد يكون داعم ليك؟ اشكر الخال العمده ابو حسين، واشكر واقول له متشكرين على دعمك يا خال، متشكرين على كل حاجه. تمام. واحنا كمان بنشكر. اشكر حد كده يا طارق. انا طبعا بشكر كل اهل بني شجير، حبايبي واهلي وجيراني وناسي. وبشكر طبعا ناس ديروت ومنهم هيثم وهشام وحبايبي. وبشكر طبعا ما اقدرش انسى اهل بيتي
الدعم الأول والأساسي. تمام. وولاد عمي تمن كلهم بلا استثناء. تمام. بشكرهم طبعا وكل آلة حسن بشكرهم. تمام، شكرا لكم. احنا كمان من خلال البرنامج بشكر فارس أبو طرون وبشكر الشاعر أبو جاب السعيدي عشان هم اللي عرفوني على الكوكبة الجميلة من الفنانين، وخلوني ان انا ادعيهم وييجوا الحلقة وينوروني ويشرفوني. تحياتي للعمدة فارس أبو طرون والشاعر أبو جاب السعيدي. انا كده انتهت فقرتنا النهارده، وطبعا انا مبسوطه جدا جدا بيكم، استمتعت جدا بالفقره بتاعتكم. بشكر الفنان حاتم الجعفري، شكرا يا حاتم انك شرفتني ونورتني في الحلقه. العالميه الترند دعاء الديب. شكرا يا دكتوره. بيلعب مع الديب يستاهل التعذيب. يستاهل التعذيب وكل حاجه. شكرا يا استاذ حسين، شرفتني ونورتني النهارده ببرنامج نبدا الحكايه استاذ حسين عبد ربه. شكرا محمد الشبح، شرفتني ونورتني النهارده ببرنامج نبدا الحكايه. استاذ طه الجزار، شرفتني ونورتني النهارده ببرنامج نبدا الحكايه. شكرا يا دكتوره، ربنا يخليك. ودي احلى قناه والله الحمد يعني، ربنا يخليك. وان شاء الله باذن الله النجاح باذن الله ليكي ان شاء الله، وليكي ان شاء الله باذن الله نيجي ان شاء الله استضيفنا تاني باذن واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى معايا تقدم يا استاذ، ان شاء الله شيء يشرفني ان الكوكبه الجميله دي تبقى معايا تاني ان شاء الله في حلقات تانيه، ودي حاجه تشرفني. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا النهارده نتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا معانا بمشاهده الحلقه، وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده من برنامج نبدا الحكايه. الى اللقاء.